مشاهدينا اهلا بكم. والنشرة الجوية، يسود طقس حارة بشمال وجه البحر والقاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا وجنوب سيناء نهارا، معتدل الرطب ليلا، وامطار خفيفة جنوبا رعدية احيانا مع نشاط للرياح شمالا وجنوبا وجنوب سيناء، والبحر المتوسط معتدل والبحر الاحمر مضطرب جدا. وعن التوقعات الثلاثة ايام القادمة نبدأ من القاهرة، الأحد 25 35، الاثنين 24 33، الثلاثاء 24 34. أما عن شرم الشيخ، الأحد 30 40، الاثنين 29 38، الثلاثاء 29 37. وأخيرا مع الأقصر، الأحد 27 45، الاثنين 27 42، الثلاثاء 26 40. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيل درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 25 35، الإسكندرية 24 31، دمياط 25 32، بورسعيد 25 32، العريش 23 33، رفح 23 32، الإسماعيلية 24 36، السويس 23 36، مطروح 22 31، وادي النطرون 23 34، المنصورة 24 34، طنطا 24 34، دمنهور 23 33، سانت كاترين 17 35، الغردقة 29 40، شرم الشيخ 30 40، الفيوم 23 37، المنيا 24 39، أسيوط 24 40، سوهاج 25 42، قنا 27 45، الأقصر 27 45، الوادي الجديد 27 46، أسوان 29 45، حلايب 30 36، شلاتين 31 41، أبرمة 30 37، رأس حضربة 29 36.